بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله تعالى أسأل أن يرزقنا حسن النية. نتكلم إن شاء الله عن بداية المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من حجة الوداع أقام بالمدينة المنورة أشهر ذي الحجة والمحرم وصفر، وكان المرض قد بدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام في ليال بقينا في مطلع شهر ربيع الأول، وذلك بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من جبانة البقيع، كان شهد جنازة دفن فيها أحد أصحابه، فلما رجع كان قد بدأ به المرض. بداية مرضه عليه الصلاة والسلام أنه أحس بصداع في رأسه في بيت زوجه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فعن السيدة الجليلة عائشة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها أنها قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه، من شدة الصداع في رأسها كانت تقول ورأساه. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنا يا عائشة ورأساه. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم بدأ بوجعه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. لما اشتد المرض والوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت زوجه ميمونة رضي الله عنها، دعا نساءه، دعا زوجاته واستأذنهن أن يمرض في بيت السيدة عائشة، فأذن له عليه الصلاة والسلام. فخرج من بيت ميمونة وهو بين رجلين تخط رجلاه الأرض، لا يستطيع كان عليه الصلاة والسلام أن يرفع قدميه عن الأرض، كأنه يزحفهما زحفا. كان بين عمه العباس بن عبد المطلب وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، إلى أن وصل إلى بيت عائشة رضي الله عنها. فلما دخل بيت عائشة أمرهم أن يصبوا عليه الماء. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: فأجلسناه في مخضب. المخضب شيء يشبه الوعاء الكبير
الذي تغسل فيه الثياب بلبنان بسموه اللجن، لجن الغسيل، وعاء كبير توضع فيه الثياب. هذا الوعاء كان للسيدة حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: ثم طفقنا، يعني أخذنا نفعل، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب، بالقربة يأخذون القربة، يأخذون يتناولون بها الماء من هذا الوعاء ويصببنا على النبي عليه الصلاة والسلام حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن، يعني انتهى الأمر. ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الناس. بيت عائشة يطل على المسجد، فخرج من بيت عائشة إلى المسجد إلى الناس، فصلى بهم وخطبهم، ألقى فيهم خطبة. وكان عليه الصلاة والسلام قد خرج إلى الصحابة عاصبا رأسه، يعني شد عمامته إلى رأسه، فجلس على المنبر. ثم كان أول ما تكلم به أنه دعا لأصحاب غزوة أحد واستغفر لهم، ثم واجه أصحابه، نظر إليهم وجها لوجه، وقال لهم عليه الصلاة والسلام وكله ثقة بخالقه ومولاه، قال لهم: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. ففهمها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذا الكلام نفسه، يتكلم عن نفسه، يعني يخبرهم أن أجله قد دنا. فقال أبو بكر: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر. فبكى أبو بكر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حزينا لما علم من قرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وهذا الكلام من الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهو القائد الأكبر يحمل في طياته فضل ومقام سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وتروي السيدة الجليلة عائشة رضي الله عنها قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم الشديد، ثم قصة خروجه إلى الصحابة ليصلي بهم لما أحس أن المرض قد خف عنه. فقالت: ثقل النبي عليه الصلاة والسلام، ثقل يعني اشتد به المرض، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا،
وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، الوعاء. قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء، أي لينهض ليقوم، فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت السيدة عائشة: والناس، يعني في هذه الأثناء، والناس عكوف في المسجد، عاكفون في المسجد، ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، أمره أن يصلي بالناس، أرسل إليه إنسانا يأمره أن يصلي بالناس، أن يقف إماما بالناس. فأتاه الرسول، يعني الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، أتاه، يعني أتى إلى أبي بكر، أتى أبا بكر، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر رضي الله عنه، وأبو بكر كان رجلا رقيقا سهل الدمع، قال: يا عمر، صلي بالناس. فقال عمر رضي الله عنه: أنت أحق بذلك. فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه تلك الأيام التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يقوم من فراشه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة، يعني خف عنه المرض قليلا، فخرج بين رجلين، يعني مستندا إلى رجلين، أحدهما عمه العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر كان قد صلى بالناس أياما، فكان واقفا ليصلي بالناس صلاة الظهر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إليهم، ذهب ليتأخر حتى يرجع عن الإمامة في الصلاة بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فيؤم الناس. فأومأ إليه النبي، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، أن يبقى مكانه، وقال للرجلين، وقلنا أحدهما العباس، أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه، فجعل أبو بكر رضي الله عنه يصلي قائما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بجنبه من شدة مرضه يصلي قاعدا. بذلك يتبين أن أول مرض النبي عليه الصلاة والسلام كان صداعا في الرأس، والظاهر أن هذا الصداع كانت تصاحبه حمى، كان معه حمى، فكانت إذا اشتدت عليه الحمى يجلس في مخضب من الماء حتى يخف عنه هذا الذي أصابه، فكان يصب عليه الماء من 7 قراب
لم تحلل أوكيتهن، لم تحلل يعني لم تفك أوكيتهن. الوكاء هو الرباط التي تربط به القربة، يعني رأس القربة يشد بقماشة أو نحو ذلك أو جلد، ثم يربط بهذا الوكاء فيتبرد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وكان عليه قطيفة، يعني قطعة قماش، فكانت حرارة الحمى تصيب من وضع يده عليه من فوقها. لو أن إنسانا وضع يده فوق هذه القطيفة التي على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشعر بحرارة الحمى التي أصيب بها النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل له في ذلك، كلموا النبي في هذا الأمر: يا رسول الله، الحمى التي أصابتك شديدة لدرجة أننا نحس بشدتها بحرارتها حتى من فوق هذه القطيفة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا كذلك، إنا يعني نحن يعني الأنبياء، إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أوعك كما يوعك رجلين منكم، يعني وعك رجلين منكم، يعني ضعف ما يصيب الواحد منهم. والوعك هو إيلام الحمى، الألم الذي ينتج عن الحمى وما يكون منها في البدن. فكان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من شدة وجعه يغمى عليه في مرضه، وهذا الإغماء لا ينافي النبوة، ليس مرضا منفرا، ليس شيئا منفرا يمنع من تبليغ الدعوة، فيجوز أن يصاب الأنبياء بذلك. ثم يفيق من هذه الحمى من الإغماء، وحصل ذلك غير مرة، أكثر من مرة. ومما ورد في آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم ما أخبرت به السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: لما اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: قلت يا رسول الله، يا نبي الله، إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن، كلما قرأ القرآن يبكي من خشية الله، وهو المبشر بالجنة، وهو أفضل أولياء البشر. فقال عليه الصلاة والسلام: مروه فليصلي بالناس، يعني قولوا له صلي بالناس. والمقصود من هذه الوصية في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام التنويه والتنبيه على فضل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الصحابة وأفضل أولياء الأمة بإجماع علماء الإسلام. ثم أيضا في ذلك إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام
على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أولى من يصلح لخلافته صلى الله عليه وسلم، أولى من يصلح لإمامة المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تقديم الصديق أبي بكر رضي الله عنه إماما للصحابة كلهم، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، والصلاة هي أكبر أركان الإسلام العملية، تأتي بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله تعالى ورسوله الصلاة لوقتها. فقد صرح الإمام الشافعي رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالناس في مرض موته في المسجد إلا مرة واحدة، وهي هذه المرة التي صلى فيها قاعدا. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أولا إماما، يعني لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام كان أبو بكر لصلاة الظهر، قلنا كان أبو بكر قد بدأ يؤم الناس في صلاة الظهر، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج إليهم أراد أن يتأخر، فأشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أشار إليه أن يبقى، ثم أجلسوه قرب أبي بكر، فكان صلى بهم شيئا من صلاة الظهر إماما، ثم صار مأموما في نفس الصلاة، جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فصار مأموما إذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد أبو بكر ليسمع الناس التكبير، يعني كما يحصل اليوم لو كان في حضور مسجد فيه مثلا آلاف، يكون هذا المردد يسمع الإمام يكبر فيكبر بعده حتى يسمع الصفوف الخلفية، وهكذا على حسب الحاجة. وعن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد قال لما اشتد المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنا عنده في نفر من المسلمين، قال دعاه بلال إلى الصلاة، قال له سيدنا بلال الحبشي الصلاة يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروا من يصلي بالناس، يعني هو لا يستطيع أن يخرج ليصلي بالناس، قال مروا من يصلي بالناس، قال فخرجت فإذا عمر بالناس وكان أبو بكر غائبا، فقلت قم يا عمر فصلي بالناس، قال فقام أي عمر، فلما كبر عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، وكان عمر رجلا جهير الصوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون، يعني لا يكون إماما في الصلاة إلا أبو بكر. قال فبعث إلى أبي بكر، أرسل إليه من يأمره بالمجيء، فجاء أبو بكر بعد أن صلى عمر بالناس تلك الصلاة، فصلى أبو بكر بالناس. قال عبد الله بن زمعة قال لي عمر
ويحك، ماذا صنعت بي يا ابن زمعة؟ والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرك بذلك، ولولا ذلك ما صليت بالناس. قال أي عبد الله بن زمعة: قلت والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس. يعني كأنه يقول له: أنت بعد أبي بكر في الفضل في هذه الأمة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وهو معصوب الرأس، فقام إلى المنبر فقال: إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة. قال: فلم يفطن لها أحد، يعني ما فهم المقصود المراد، أحد من القوم إلا أبو بكر، فقال: بأبي وأمي نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا. قال: ثم هبط عن المنبر فما رؤي عليه حتى الساعة، يعني بعد ذلك لم يصعد النبي المنبر صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد في مسنده، ورواه ابن حبان في صحيحه. وفي المسند أيضا عن أبي مويهبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة إلى البقيع، البقيع اللي هي مقبرة المسلمين حيث يدفن المسلمون موتاهم في المدينة المنورة، فاستغفر لأهل البقيع وقال: ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ليتبع بعضه بعضا، ليتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. يعني بدأت الفتن ثم بعد ذلك تزداد شدة. ثم قال: يا أبا مويهبة، إني قد أعطيت خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي، فاخترت لقاء ربي والجنة. ثم انصرف، يعني رجع إلى بيته، فابتدأه وجعه الذي قبضه الله فيه. هذا أيضا في المسند، مسند الإمام أحمد. ولما عرض يعني لمح، تلميح ليس تصريحا، يسمى التعريض. لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، يعني وهو على المنبر باختياره اللقاء على البقاء، ولم يصرح، ما قال للناس يعني بلفظ واضح صريح: إنه قد دنا أجلي وعما قريب أموت. لما لم يصرح خفي المعنى على كثير ممن سمع، ولم يفهم المقصود من كلامه عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر، لما هو خصيص به. أبو بكر يعني خصيص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فكان أبو بكر أعلم الأمة بمقاصد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال قولا أبو بكر أعلم الأمة بما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلما فهم المقصود من هذه الإشارة بكى وقال: بل نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا. فسكن النبي عليه الصلاة والسلام جزعه على رسلك، اهدأ اهدأ، وأخذ في مدحه والثناء عليه على المنبر ليعلم الناس كلهم فضل أبي بكر، فلا يقع عليه اختلاف في خلافته بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. وفي رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه، كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله يوم القيامة بها، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر. والحديث أخرجه الترمذي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. رواه الترمذي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سدوا هذه الأبواب الشارعة في المسجد إلا باب أبي بكر. وفي هذا الإشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه هو الإمام بعد النبي عليه الصلاة والسلام. الفقهاء العلماء قالوا إيش؟ قالوا: الإمام يحتاج إلى سكن المسجد، أن يكون ساكنا في المسجد، وأن يكون وصوله إليه سهلا، بخلاف غيره لما في ذلك من مصالح المسلمين المصلين في المسجد. ثم أكد هذا المعنى بأمره صريحا أن يصلي بالناس أبو بكر، فروجع في ذلك بعض نسائه، قلنا له: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق القلب، إذا قرأ القرآن بكى وصوته ضعيف، شفقة على أبي بكر قلنا ذلك. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فولاه إمامة الصلاة دون غيره، وأبقى استطراقه، يعني مروره. تعرفوا بالفقه ما لا يمنع الاستطراق، إذا مر بكتاب الصلاة مذكور، قال يعني المرور، فأبقى استطراقه يعني مروره من داره إلى مكان الصلاة، وسد استطراق غيره. أليس أمر بسد كل تلك الأبواب إلا باب أبي بكر؟ هذا أيضا فيه إشارة واضحة إلى أولوية وأحقية أبي بكر بالخلافة، بأن يكون خليفة النبي عليه الصلاة والسلام من بعده. ولهذا الصحابة حين بيعة أبي بكر رضي الله عنه قالوا: رضينا رضينا بما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. صلى بهم إماما أبو بكر، وهذا أمر ديني. قالوا: رضينا بما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ أمر الصلاة أمر ديني، أمر الخلافة أمر يتعلق بإدارة شؤون الناس في الدنيا.
فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رضي أبا بكر ليكون إمامنا في أمر ديني، فمعناه أنه من باب أولى يرضى أن يكون إمامنا في أمر دنيوي. وكان عليه الصلاة والسلام قد عزم على أن يكتب لأبي بكر كتابا لئلا يختلف عليه الناس من بعده، يعني وصية يوصي فيها بأن يكون أبو بكر الخليفة من بعده عليه الصلاة والسلام، ثم أعرض عن ذلك، ترك هذا الأمر لعلمه أنه لا يقع غيره، الله أوحى إليه أنه لا يكون بعدك خليفة إلا أبو بكر سوى أبي بكر. ويكفي في الدلالة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، والحديث رواه البخاري ومسلم. نقف هنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.